بإذن الله أعتقد إن احنا هنوصل لهذه النقطة. نقطة كمان مهمة جدا قالها، ويمكن كان في شوية زيطة كده على السوشيال ميديا، النادي الأهلي ما جابش صفقات كتير ليه و و و و الراجل حددها، وأنا شايف ده نقطة مهمة جدا يحترم فيها مجلس إدارة النادي الأهلي ويحترم وجهة نظر كولر. الراجل قال إن أنا وصلت للنادي الأهلي قبل غلق يعني ملف أو الترانسفير ويندو بيومين اتنين بس، وبالتالي قال لمجلس الإدارة أنا ما أقدرش أقول لك هات صفقات جديدة غير لما أكون مقتنع تماما بهذه الصفقات نمرة واحد، وأكون وقفت كمان على كل إمكانيات اللعيبة اللي عندي. مش معقول هروح أجيب صفقة أو لاعب بإمكانيات معينة ويجي النادي وأكتشف إن هو أقل إمكانيات من اللعيبة اللي عندي، وبالتالي أنا محتاج وقت لغاية فترة يناير القادمة عشان أقف على كل مستويات اللعيبة اللي عندي، وبالتالي أحدد متطلبات الفترة اللي جاية من إمكانيات لعيبة أو من ترانسفير أو من انتقالات لعيبة. شيء محترم جدا وشيء شكل احترافي ما فيش شك، وهو دوت اللي بقول لحضراتكم عليه، اللي هو النادي الأهلي بيشتغل بعملية احترافية. وكمان يعني مجلس الإدارة كان ممكن جدا يجيب 2-3 لعيبة كمان عشان يرضي الجو العام أو السوشيال ميديا تهدى، لكن النادي الأهلي ما بيشتغلش كده. النادي الأهلي بيشتغل للمصلحة العامة احتراما لوجهة نظر، أكيد وجهة نظر صحيحة 100% لكولر، إن هو الأول يعني يشوف إمكانيات لعيبته كلها، وخلال الفترة اللي جاية بيحدد من خلال اجتماعه مع كابتن سيد عبد الحفيظ ولجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب ما هي متطلبات الفترة القادمة للنادي الأهلي. كل التوفيق إن شاء الله لنادينا، بإذن الله تكون مباراة جيدة تاني على المستوى اللي يليق باسم مصر وسمعة مصر واسمين كبار زي النادي الأهلي والزمالك، تخرج في هذا الإطار الفني الرائع، وكمان تنتهي بإذن الله بانضمام كأس جديدة لبطولات ودولاب النادي الأهلي.